بعد الصباح انا هنايا مكرفص هاتي ما بيت بيت هنايا ما ماكله خويا دخلنا كاين الزحام تخنقت تنقول لك الصنداله نسيتها نسيتها تما تا الدري جاب عليا مسكين تيعرفني قال لي هاك صندالتك شات كرفيس اللهم هذا مرقص يا هنا تنموتوا على الوداد خلينا تاقون تاقون حسيمه العيون وهاد العام العصبه ودادي السبش الجراد ما غينحسوش سالين هادي امنيه تما ضربوه ضربوه ملي خرج ضربني بماطراك راسي وجروني شفوا عليا بزاف ديال المرض او كيضربوا فيا بماطراك اش داروا ليا وما قطع على قبل علاش الورقه علاش من قبل مش قطع ورقه شنو كسر الخوف هادشي عنده مع هذا علاش باش صرخوا كادو هادو بغاني يقادو هادو بغاني يقادو هادو قالونا بالبال اخويا داخل وتبيعوا فيها ب 50 درهم ماشي عيب اخويا بزاف مسؤولين تبيعوا فيها ب 50 درهم صاحبي 45 عيب صاحبي هنا ما لاقين حتى ورقه دابا بيوعين ب 50 درهم دابا بالقيشيه تاخذها ب 50 درهم مسؤولين تبيعوها اسامه حنا جايين مع الخمسه الصباح ما مشيناش المدرسه هازين معانا الشكار ما مشيناش المدرسه حيت تنبغيو الفرقه ديالنا الوداد بغينا ديرها العصبه شوف باش قطع ورقه صاحبي تاكل العصا حشومه هادشي بلا نطلع الفوق صاحبي دير بالك مع الجوج والورق تخرجوا مع العشره كلشي تيدخل كلشي تيدخل وملي ولات الشركه احنا ولينا بلا ورق ولا كلشي تيتزاحم معانا الشفاره ماشين ورق كلشي ورقتنا حنا تنموتوا على الوداد وما تلقاش ورقنا بسم الله الرحمن الرحيم خويا تنشوفوا هاد ملعب مركب محمد الخامس ملو على اخره بلا مقابله هاد الناس جات مكرفصه مع الربعه ديال الصباح جايين الناس اللي كاينه اللي بيتها هنا جايه برانيه بغاو التيكي ما خادوش التيكي قال لك 30000 قطعات 30000 قطعات قال لك في السيستيم ما كاينه سيستيم لا والو هذاك الشيء ديال المسؤولين شدوا الوراق ديالهم باعوهم الناس ديالهم صحابهم وخلاو الناس مسوجره هنايا هادشي تنعيشوا معاهم كل مقابله ما كاين لا تنظيم لا شركه لا جامعه لا حتى شي حاجه جينا مع 6 الصباح دايرين النوبه لقينا البوليس دايرين الناس الصف هذا ولكن لقينا مشكل كون بدات تقطع مع 7 الصباح 7 الاروب كان شويه بعدك واحد 40 50% شويه ما غيكونش هاد المشاكل كلها وحتى 9 الصباح كاين اللي بيت هنا كاين ال 5 الصباح كاين الساكن اللي منك الخدمه باش يدير المشاكل الاخرى كلها عارفين دير الزحام وداك الشيء تقطع ماشي مشكل ولكن على الاقل الناس المنظمين اللي كيقول لك الناس دايرين المشاكل على الاقل 7 الصباح بدات تقطع على الاقل الله يرحم الوالدين هاد القضيه ديال 7 الصباح بدات تقطع شوف الناس الا وصلاتهم ياخذوها بواحد الجديه ديال 7 الصباح بدات تقطع وحنا مقبلين باش نسوقوا راسنا في 2026 راه احسن احسن تسويق ل 2026 راه هو هذا التنظيم الكارثي ونشوفوا المسؤولين ينظموا راه بغيناكم تحلوا لنا لي كيشي فين يقطعوا الدراري الوداد ديال الوراق حتى الرجاء اي فرقه تلعب في الدار البيضاء ديروا لنا لي كيشي فين يقطعوا حنا كنطلبوا منكم حتى شي حاجه ما تعطيونا والو دوزتوا لنا الماراطون دوزتوا لنا شحال من الحوايج حنا بغينا شي حاجه تكون صالح مدينه الدار البيضاء راه الدار البيضاء محتاجه لهذا الشيء تنفوس الواحد اللي بقى عندنا هو هذا الماتش هذا اللي بغينا منكم حلوا لنا لي كيشي رجال الامر دير الخدمه ديالهم ولكن انتم راه ما ديريش الخدمه ديالكم اللي كنطلبوا منكم دابا حلوا لنا لي كيشي ديروا لنا لي كيشي كما كانوا كيديروا الناس الاولين كتعطي ميديتيل انوي كتعطيو جميع الشركات كيبيعوا الوراق ماشي تخليو المواطن بحال هكا راه عيب راه حشومه وعيب هذا راه وجه الدار البيضاء الله يجزيكم بخير سيدنا راه داير لنا شحال الحوايج كنستافدوا منهم انتم راه قتلتونا وشكرا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا